متابعي قناة الفاس باريس، مرحبا بكم في مرة أخرى. نتلقاو السي عبد العزيز الخطابي، خبير في علم التنجيم السياسي. سبق لي أن توقع سقوط قريب لحكومة أخنوش، علاش اعتمد على التوقع ديالو؟ واش هادشي تيدخل في إطار يعني التنجيم السياسي ولا غير توقعات لمستقبل حكومة السي عزيز أخنوش؟ سي عبد العزيز مرحبا. مرحبا خويا. أولا، أنت تتنبأ وتتوقع بحكومة السي عزيز أخنوش، وأنتم تتحملوا نفس الأسماء الشخصية، علاش اعتمدتي على التوقع ديالك؟ بالنسبة لي أنا كمتخصص في علم التنجيم السياسي، احنا كنعتمد فقط على المعطيات الفلكية والرقمية، بمعنى الحكومة أخنوش جات في واحد الظرفية استثنائية، بمعنى بعد صراع المجتمع المغربي مع الحكومة السابقة. جات حكومة أخنوش فيها تقريبا 24 وزير وسبعة ديال الوزراء نساء، ديال سميتو الوزيرات نساء، بمعنى 24، والسنة الميلادية تبقى تحملنا رقم 6، والسنة الهجرية تبقى تحملنا رقم 12، بمعنى السنة والهجرية والسنة الميلادية هادو بجوجهم تيعطوك الرقم اللي هو منحوس. اوكي، بمعنى إذا قبطنا الرقم مثلا ديال السنة الميلادية فيها 6، وقبطنا الرقم ديال السنة والهجرية فيها 12، وقبطنا مثلا الرقم ديال 24 وزير اللي فيه الرقم 6 اللي تيعطي رقم 6، 24 يعني 4 زائد 2 تقاطع ديك 6، بمعنى تنجمعهم كاملين تتعطينا 24. بمعنى هذا هو التحديد ديال الوزارة، بمعنى ما جاتش غير هكذاك، جات داخلة يعني في المنظومة، بمعنى على أن 4 ديال الستاوات اللي كاينة 6 6 6 6، بمعنى 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 تساوي 24. هاد الأربعة ديال الستات هما اللي تنسموا حنايا في علم الارقام، تسمى في علم الارقام، هو من الارقام الشيطانيه. اوكي، هنا شنو تعني؟ تعني بان كاين هناك سقوط وفشل، اوكي، وفشل ذريع، يعني بمعنى سقوط وفشل، وكاين نزاع بين الاحزاب، يعني بعضياتهم. هذا النزاع اللي غادي يوقع يعني بعضياتهم غادي يكون ناتج على بعض المسؤولين في نفس الحكومه. نقدر نعطيك بعض الاسماء اذا بغيتي. نجو الاسماء، تتقول لي بان كاين واحد التنازع داخل الاحزاب السياسيه، شي ما تمشي بعيد على الشيء اللي تيقولوا المحللين السياسيين والمتتبعين الشان السياسي، تيقولوا بان التحالف المكون من ثلاث احزاب هو تحالف هش وما غاديش يدوم سنوات طويله. يعني التوقعات ديالك تصف في هذا الاتجاه اللي تتهضر لي عليه، يعني بلا ما نحتاج واحد التنجيم السياسي ولا هذه المسائل. لا 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 لا، هي المحللين السياسيين كما تيسميو نفسهم محللين سياسيين او اقتصاديين، هادو عندهم علاقه يعني بالتحليل الملف السياسي. اوكي، كاين مثلا ماشي بشرط يكون عندنا حزب ولا جوج، كاين مثلا في الولايات المتحده كاين جوج الاحزاب، حزب تيخي يربح وتياخذ المسار ديالو، ما تيكونش داخل مع كاع شي حزب اخر. لا، تغيب بان غيدخلوا في صراعات الاحزاب اللي كاينه في المغرب، تدخل في صراعات، لان الايديولوجيه ديال هذا نفس، راه ماشي نفس الايديولوجيه ديال الاخر، واللي باغي والاستثمار ديال هذا الشخص ماشي هو الاستثمار نتاع هذا، والبناء الفكري اللي عند هذا ماشي هو البناء الفكري اللي عنده. وزائد حنا باقيين في المجتمع ديالنا، في الدوله ديالنا، باقيين ما عندناش مفهوم ديال الفكر السياسي، باقي ما عندناش مفهوم ديال الاحزاب السياسيه، مازال ما وصلناش ليها من 61 الان، باقي حنا باقيين ما وصلناش لهذا، باقي كنشكلوا في حكومه بحكومه بحكومه بحكومه، ولكن مازال ما عندناش اللي غادي يدبر الشان يعني السياسي، اللي غادي يفكر سياسيا، باقي ما وصلناش. فقط عندنا ناس اذا سمح الله، يعني فقط عندنا ناس يلا تيدبروا المصالح الشخصيه. قلتي بان كيوقع واحد التعديل ولا تاع الحكومه تاع اخنوش، ولكن لاحظنا دي منذ سنوات طويله في نفس الولايه الحكوميه تيوقع تعديل تاع الحكومه، يعني الشيء اللي تقول فيه ماشي جديد بالنسبه للبعض. لا، هو راه ماشي جديد بالنسبه للبعض، ولكن جديد بالنسبه للاشخاص الاخرين اللي تيقولوا بان مثلا هاد الحكومه اللي جات ناتجه، بحال مثلا حكومه اخنوش طلعت، شكون طلع ضد حكومه اخنوش؟ الشعب المغربي. اوكي، انت يعني الصناديق اللي حدات اوكي، انت ملي ما عندكش مع اخنوش مثلا، او ما عندكش مع هذا الحزب هذا، علاش مصوت عليه انت اصلا؟ شكون اللي خلاك تصوت عليه؟ حتى واحد ما خلاك تصوت عليه، انت اللي جديه، مادام جديه علاش تحاسب معاه؟
ما عندكش ما شنو خصك دير؟ خصك انك تكون عندك معاه يعني محاسبه وتدبر مع الشان العام، ماشي انا مثلا غادي نجي عندك انا مثلا اليوم انا الشيء هذا انا ما بغيتش ندخل فيه تندخل فقط الا واخا شنو الاسماء اللي تتوقع بان غادي يتم الاسقاط ديالها في هذه الحكومه اخر؟ كاين اولا كاين سميتو كاين وناديه فتح العلاوي وزيرة المالية، كاين عبد اللطيف الوهبي وزير العدل، كاين شاكي بن موسى، كاين سميتو احمد توفيق وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية، هذا غادي يمشي، هذا ما غاديش يبقى، كاين فاطمة الزهراء المنصوري هذه عمدة وزير تاهي وزير تديرها، كاين محمد صديقي وزير الفلاحة، كاين عبد اللطيف مراوي، كاين ايلا بن علي، هادو كلهم عندهم ارقام نحسيه. اوكي، واخا هذيك العمده ديال الدار البيضاء اللي هي كانت وزيره من بعد ما فهم، حتى هذيك عندها تلقى لها عندها تكون عندها مشاكل في وسط ديال الدار البيضاء وتقدر ما تستثمرش في العمده بزاف. بعض المنجمين اللي تيوصفوا راسهم بمنجمين على مستوى المشرق العربي تيتنبؤوا بما يقع مثلا في المغرب ولا في الجزائر ولا في تونس، اشنو المعطيات اللي تعتمدوا على هاد الناس هذ؟ شوف في العالم العربي كله تقريبا ما عندناش منجمين بشكل يعني تنجيمي. هناك اعلام كاين في لبنان، كاين في مصر، كاين في مصر وكاين في لبنان، هذوما الصراع اللي كاين، كاين في مصر وكاين في لبنان، كاين واحد الصراع بين المنجمين بعضياتهم، ولكن ماشي هما غير منجمين، هي صناعه اعلاميه فقط، هي صناعه اعلاميه. اما التنجيم له اختصاص ديالو، له الضلوع في معرفه العلوم التنجيميه بما فيها القراءه الكونيه والكواكب والتحركات ديالو الكواكب وقداش تتهبط وقداش تطلع وقداش تتحرك وفين غادي تكون وفين غادي تمشي. هذا بمعنى هذا القياسات اللي كاينه كامله خصك انت دير عليها دراسه وتدير الدراسه ديال الخرائط الفلكيه والتنجيميه باش تقدر تاخذ انت المعلومه بفائده بها وتكون عندك انت الاقل قراءه الفيه سياسيه باش تعرف شنو علاش علاش باغي تشتغل وباغي تخدم. ولهذا انا درت هذا الاختصاص ديال علم التنجيم السياسي باش نبحث كاع هذوك الشبهات الاخرى فقط نبقى في التخصيص السياسي يعني الرؤيه المستقبليه السياسيه. تهضر لي على التنجيم السياسي وعلى هذه المسائل وحنا دابا تنعيش في واحد الثوره رقميه، ثوره تكنولوجيه، البعض تيبان لي هادشي غير خرافات وغير مثلا ماشي ماشاتش على الاساس. هاد الخرافات هذه اللي تقدر تحدث عليها مثلا يعني مثلا منين جات؟ اشي تتحدث على الناس؟ لا الناس كيتحدثوا عليها يعني منين جات؟ هاد الخرافات منين جات الاصل؟ وقتاش جات؟ واش قبل الثوره الصناعيه والثوره الفلسفيه والثوره الفكريه ولا جات وراها؟ بمعنى علم التنجيم كما تنقول دائما قبل هذه المسائل قبل العلوم كامله، لان علم التنجيم هو اللي عطى التكنولوجيا، هو اللي عطى الميكانيك، هو اللي عطى الالكتريك، هو اللي عطى الفلسفه، هو اللي عطى التاريخ، هو اللي حدد تقريبا هو اللي حدد كاع الكون. علم التنجيم هو اللي حدد الكون. علاش الاخرين تيقراو مثلا في علم التنجيم وعلم الفلك وحنايا لا؟ علاش حنا ما تنقراوش؟ علاش حنا باقيين لاصقين يعني في العلوم القديمه، باقي تقرا لابن رشد وابن سينا والفارابي والغزالي وتقرا مجموعه مثلا من المفكرين والاحداث اللي هي ما عندها حتى شي علاقه بنا، يعني مثلا تقرا مثلا الحرب العالميه الاولى والثانيه والثالثه وحوض وحروب يعني اخرى في التاريخ، علاش تقرا هذاك الشيء؟ علاش تقرا واحد الماده ميته؟ علاش مثلا الصين واليابان ما بقاوش يقراو لكش الميت، ما تيقراوش الحي، الالات الالكترونيه ايفون وبوبو سيرو سيرو سيرو، حنا باقي عندنا الادوات ديال الجامع ديالنا عامره بالحطب. هذا نقاش اخر السي الخطابي. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل، تبعدني. سي عبد العزيز الخطابي شكرا جزيلا على قبول الدعوه متتبعي. مازال واحد النقطه اللي هي مزيانه بزاف هو التوافق بين الحكومه بعضياتها. التوافق ما كاينش بين الحكومه لحس الساعه، هما غارقين في مشاكل كبيره بزاف وصعب الخروج منها. حكومه اخنوش ما تكملش ما دتفوش 6 شهور، اقول من هذا المنبر هذا ما تكملش 6 شهور، دابا راه فات 3 شهور ما تكملش 6 شهور ولسه اسمع الاخبار ديالها. شكرا سي عبد العزيز الخطابي، شكرا جزيلا متتبعي قناه الفا سبريس، غادي نشوفوا توقعات الخطابي واش غادي يوقع ولا ما يوقعش. الى اللقاء في لقاء جديد ان شاء الله.